اولا بزاف منكم تبعوا اللايف اللي قبل من الاخير اللي درتو تقريبا دابا شي اسبوع، اللي دويت فيه على داك الموضوع اللي سكت عنه القليل الكثيرون، حتى واحد ما قد يدوي عليه صراحه، لانه صراحه فعلا فيه موضوع فيه ريسك. ولكن ملي اللي تفرجوا في اللايف راه شافوا داك الكلام، ملي شفت ديك المراه كيفاش كانت كتبكي وكذا، فقط لانها عرفت ولدها انه مشى للحرب وما عندهاش عليه حتى شي خبر، اضطريت ندير هذاك اللايف باش توصل الفكرة. المؤسف في الأمر والمؤلم أكثر هو أنه البارح وصلت خبر، وخبر أكيدة، أن هذاك الولد ولد هذيك المرأة، ولد هذيك المرأة نفسها مات في الحرب، فاهم؟ وهدرة أكيدة يعني، ماشي ولد هذيك المرأة مات في الحرب. تمشى ديريكت للصفوف الأمامية، صاروخ جاف كان هو شي حد اخر باقي ما عقلش من جنسية عنده، قيل باكستاني ولكن مأكدش، ماتوا بجوج تشتو يعني، فهمتي يعني بنادم تشتت. دابا غير هاد، مازال الام مازال ما عرفاش ولدها فين، وشوف شنو كانت كتحس وكذا، راه عاود كلشي في هذاك اللايف ناهيك على انها دابا ولدها مات وهي مازال ما عرفاش، وحتى هادوك الناس اللي كانوا جابوا ولدها وكذا وكذا ما لاقينش دابا كيفاش يوصلوا الفكرة، يوصلوا المعلومة لوالديه. تشتت الدري، كان كاتب وصية أنه إلا مات في الحرب الفلوس كلها تمشي لوالديه، واش والديه غادي يتعوض؟ واش هو غادي يتعوض الفلوس هتعوض لوالديه؟ والمؤسف الأكبر أكبر أكبر في الأمر هو أنه واحد جا فيه صاروخ تفتت يعني حتى الجنازة ديالو، يعني حتى اش كيقولوا ليه الجسد ديالو كذا، ما كاينش، ما كاين حتى اشنو غادي يصيفطو لوالديه. مرحبا في فيديو جديد مع عبد الغفور. برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی برای بی پولی، برای حسرت. اليوم نديرو التحاليل انا وخويا علي. عندي فارماسي غنبقى نشري عندك الدواء فابور. مرحبا، تستاهل كاع الخير اخويا عبد الغفور، غنخلصك بوالو. مرحبا جي خوتو، كلشي ديالك. قول لي كيفاش جاتك الصيدله والجامعه هذيك؟ صح مزيان، داك الشو القرايه الصراحه ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه اللي خاصكم ما فهمتش. جمعوا لي وسطكم وجاو تقراو الدراري، جيو ما كاينش ما احسن من القرايه، جاو تقراو بقى بديت القرايه. برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای هذه ما يسمى الخضر الأصفر. الخضر الأصفر واحد الورقة كتاخدها من الجامعة إلا كنتي ناوي دير ريجستراسي، يعني بحال قلتي شهادة السكنة كنتي ناوي ديرها برا السكن الجامعي، يعني ماشي ساكن في السكن الجامعي، كنتي ساكن في شقة ضروري من هاد الورقة من الجامعة عاد كتاخد، كتقدر دير الإقامة باش تقدر ديك الساعة دير بها الإجراءات الآخرين اللي أهمهم تجديد الفيزا. علي هنا فين غتقرا البراتيك بعد المرات شي حصص ان شاء الله بجهد الله الدكاتره المستقبل. هذا اللي هنايا فين درنا الجزء الثاني من التحاليل، هذا سبيطار تابع للجامعه الطبيه فولغاغراد. الوثيقه اللي دويت فيها في هذاك الفيديو الخطاطي الصفاء،
عمري دويت عليها من قبل، انني من قبل عمري احتاجيتها. ملي كتكون طالب يعني سواء بداية الله جيتي او لا، عند الاغلبية كيسكنوا في السكن الجامعي، عاد من بعد كي يمشيو شقة. نهار كتبغي تاخد شقة ضروري كتطلب هذيك الوثيقة من الجامعة، كتمشي كتقول لهم راه انا بغيت راه غادي نسكن في برا، وكتعطيهم الادريس، كتعطيهم الباسبور ديالك طبعا كيكون فيه الفيزا والادريس داك الشخص اللي غادي تاخد عنده الشقة، طبعا كيعطيك الادريس وكذا، كتعطيه الجامعة باش هما كيصيبوا ديك الوثيقة باش الشخص او لا مدار باش كيبغي يدير لك ريجستراسيا بحال شهادة السكنة كيقدر انه يديرها. زائد معلومة اخرى، ضروري من الا كان الطالب ما ساكنش في سكن جامعي يعني ساكن في شقة، راه ضروري كتجيب كوبي الإدارة ديال الجامعة ديالكم. الجامعة خاصها تكون عارفة الطالب ديالها فين عايش، فاهم؟ بس شي مرة إذا وقعت شي حاجة ولا هادي وبغاو البوليس يعرفوا الطالب مثلا جاو عند الجامعة وكذا، كيلقاو الجامعة عارفة فين عايش. والأهم من ذلك، علاش الجامعة كتطلب هكا؟ باش شي مرة إذا وقعت شي حاجة للطالب، باش الجامعة تعرفوا فين وتقدم ليه يد المساعدة وكذا، مساعدة وكذا، خاص تكون عارفة فين ساكن. موضوع آخر حبيت ندوي عليه، دو معايا هاد الأيام شي أولياء أمور، وهادوك أولياء أمور سمحوا لي أنا دابا كنوصل عليه الفكرة، ما كندويش باش شي مرة كندوي شي مواضيع ما كندويش من فراغ، كندوي مواضيع فعلا وصلتني أنها فعلا واقع، وراه ما كنجبد لا سمية لا هاد الشخص فين لا منين لا حتى شي حاجة. يعني الأمور يعني كنحافظ على فاهم الامور الشخصيه ديال بنادم، كنوصل فقط الفكره، بس الناس الاخرين مش اي واحد وقع غلط الاخرين يستافدوا من داك الغلط ما يوقعوش فيه، او لاولادهم كذلك ما يوقعوش فيه. هاد الايامات راه مزيره الناس اللي الله دابا باغيين يجيو يحرقوا داك التخربيق. اولا اقل حاجه غادي نقول هي ادعيناكم الله لانكم اديتوا الطلبه اللي جايين باغيين يقراو. دابا شحال الامور، شحال القواعد، قوانين صغيرات، شحال من الجامعات مابقاوش كيقبلوا شي جنسيات، شحال من حاجات امور صغيرات فقط بسبب هادوك الناس اللي ما هدفهمش القرايه، اللي باغيين الحروب محريق وكذا، وكيجيو كي تحت غطاء الدراسه، وبالتالي كيشوهوا سمعات او لا كيضروا هادوك الناس اللي باغيين يجيو كذا. هاد العام الموضوع مزير بزاف اكثر من السنين اللي فاتت. شي جروب يلاه تشد هاد الايام، شي وحدين يلاه زاد خير يلاه بدينا هادشي موالفين كنشوفو حنا في شهر 12، شهر 12، شهر واحد كذا، لا بدا الشدال من دابا. شي جروب وبيناتهم مغاربة تشدو في الحدود، حصلهم باغيين يحرقو وراهم دابا في السجن. ديما كنت كنقولها، شحال من واحد كيصحاب راه غادي يشدوه، غادي غير يردوك سميتو، ولا غادي يشدو لك طيارة كذا، ما غادي لا يشدو لك طيارة، ما غادي يردوك سرازو، ما غادي يردوك في الحين لبلادك ولا كذا، لا كاين الحبس، فاهم؟ حبس خاص بهداك الشيء تما فين كيصيفطوك، كدوز 25 حتى 30 يوم، فاهم؟ يعني دوا معايا بعض اولياء امور ما عارفينش ولدهم، ما عارفين عليه حتى شي حاجه، بغاو غير يدووا معاه، فاهم؟ بغاو غير يدووا معاه، غير يطمئنوا على ولدهم. حنت الوالدين ما كانوش عارفين هادشي، ولدهم قال لهم ولا حتى هما مساكن خاسر عليه الزباله ديال الفلوس، على الله ديك الفلوس منين جابها بشحال ديال التعب باش يمشي يقرا، ولكن هو هدفه حاجة أخرى. ها هو دابا تشد، ها هو ديك الفلوس كلها مشات، ها هو دابا في الحبس، ها هو دابا مو خصوصا مو كدا راه ما غاديش يكونوا كيناسو. عارف شنو هي ولدك ولا انت يا نيت، عارف شنو هي الام ديالك، عارفك انك في واحد البلاد اخرى، ما عارفه هذيك حتى فين كاين بالضبط وكذا وكذا، وانت مشدود في واحد الحبس، كيفاش الام ديالك غادي تنعس في هذيك الفتره؟ راه مستحيل، مستحيل انها تنعس هذيك الفتره، ما عارفينو فين، ما قادين يوصلوا ليه لا حتى شي حاجه. والقنصلية براسها راه في هاد الامور ما عندهاش ما دير لك زعما شي حاجه كبيره. هما واحد كيصحاب ولا راه كيقول القنصليه غادي ابيل غادي تحل لي المشكل، اطلاقا اطلاقا القنصليه وين تقدر تساعد الاولياء امور انها تعرف لهم هاد ولدو فين كاين، او تتواصل مع واحد جهه معنيه او كذا. يعني الصلاحيه ديالها راه يعني محدوده، يعني بس ما يسميه، لان كاين بحال هاد الافكار الخاطئه هما اللي كيدسروا هاد الجيل الجديد، هما اللي كيدسروا وهما اللي كيبين لهم ان الامور سهله، هما اللي كذا كذا، فاهم؟ الله يهدي ما خلق هاد الجيل الجديد، راه كيخربق، كيطير، ما عاد كيفاش كيشوف الامور، وفي الاخر كيجيبها في راسو، فاهم؟
دو معايا تاني واحد الشخص امبارح كان كيسولني ديما كنجاوبو ديما كيف كان شو كيف كان جاوب كاع الناس ديما اش كيكون عندي شي وقيت كنشد التليفون كاع الميساجات كاملين كنبدا نجاوب كنجاوب كنعطي المعلومة هكاك ما كنستافد حتى شي حاجة وبالعكس كنضيع وقتي وكنضيع مجهود هكاك. واحد منهم قال لي انا ما عنديش الباك عافاك عطيني شي نصيحة فين كذا كذا كيف كنقول انا ديما لا في لا لأي واحد ولا في يوتيوب في فيديوهات ولا في اللايفات. وهذا الموضوع قاع ردوينا فيه في واحد اللايف انا والاخ خويا عثمان عثمان لطيفين تحية لخويا عثمان من جديد، ان انك تجي روسيا بدون باك راك تضحك على راسك، وان الناس اللي كيقول لك اجي روسيا بدون باك راك كيضحكوا عليك، ما عندها حتى شي معنى وما غادي تقرا حتى شي وزه عندها قيمه حتى شي تخربيقه. عطيته نفس النصيحه اذا به لقيتو بدا كيشتم كذا لا انتوما فاهم من غير الشتائم داك تي 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 بلا ما نهضروا عليها، لا انتوما بوحدكم اللي باغي تبقاو تما لا كذا، انت بلا باك شنو درتي، شنو انت بالباك كاع شنو درتي، فهمت بنادم فاهم. واكثر حاجه كتضحكني في هذا الموضوع هو كيجي بنادم مخبي ما داير لا تصويرت ولا ما معروف شكون ما حتى شي تخربيق وقعد كيسب مخبي. اي واحد اللي كيسب في هذه القضيه تعرف عن اقل حاجه غادي نقول لك وغادي نحترم الجمهور هو انك ماشي رازل من الاخر فهمتي. حاجه اخرى شوف انت بنادم نصحتيه ما تجيش لروسيا بلا باك راه كيضحكوا عليك، اقل حاجه يكون عندك الباك، ما عندكش الباك اقل حاجه دير الباك دير باك باك ليبر واجي ديك الساعه روسيا قرا الله يسهل عليك. هادشي اللي كاين كنظن هادشي اللي كنت باغي ندوي عليه في اليوم كنظن وصلت الفكره. كان معكم عبد الغفور، تشوفوا ان شاء الله مره اخرى في فيديو جديد. والسلام عليكم.